ارتباك واضح في أروقة حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في تعاملها مع الأزمة الحالية والمتمثلة في اتساع عزلته خليجيا وعربيا. ارتهان لهيمنة حزب الله لا يمكن أن يخطئه المتابع مع فشله الكارثي في معالجة التداعيات أو حتى النائي بلبنان عن مستنقع الأزمات. تعكس أزمة لبنان مدى جمود حكومتها وقدرتها في إظهار سبب عجز البلاد الحالي وتدهور أحواله، ومع الوهن الواضح تتدحرج كرة الخلاف إلى حجم يصعب على لبنان التعامل معه، والخسائر تزداد يوما بعد يوم، والعزلة تتضح أكثر فأكثر باستدعاء الحكومة اليمنية لسفيرها في بيروت للتشاور ودعوة البحرين لمواطنيها بضرورة مغادرة لبنان فورا نظرا لتوتر الأوضاع هناك، مما يوجب أخذ الحيطة والحذر. وكل النتائج التي يحصدها لبنان الآن أتت بنتائج الأيدي اللبنانية وخلية الأزمة، يبدو أنها تسير جيدا إلى اختلاق أزمة جديدة يكون الخاسر فيها الشعب وحده. فكل ما خرج من الحكومة اللبنانية هو قولها بأنها تريد علاقات جيدة مع دول الخليج في وقت تضع فيه البلاد رهينة لبقاء حزب الله، وذلك وفقا لما قاله وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب بأن رأس الميليشيا يتجاوز بأهميته لبنان وشعبها. وكل ما يخرج من حكومة لبنان تأكيد على أن التعامل معها غير مجد في ظل هيمنة ميليشيا على القرار والتصرف. I don't think I would call it a crisis. I think we have come to the conclusion that dealing with Lebanon and its current government is not productive and not helpful. With Hezbollah's continuing dominance of the political scene. فما تريده دول الخليج من لبنان هو أن يعود إلى حضنه العربي، حيث المكان الذي لا تتواجد فيه إيران ولا حزب الله. كما تريد دول الخليج من لبنان أن يظهر حقيقة السيادة التي يحق للدول التفاخر بها. ينضم إلينا من القاهرة الباحث السياسي اليمني سيد منع المطري. سيد منع، الحكومة اليمنية الشرعية استدعت سفيرها في بيروت بعد تقديمها لمذكرة احتجاج في رسمية في وقت سابق، هل اتضح لديها بأنه لا جدوى من الاحتجاج لدى حكومة لا تملك قرارا ربما؟ نعم، الحكومة اليمنية قامت بإجراءات ورسائل ومخاطبات عديدة قبل أن تقوم بهذا الإجراء، وهي تدرك أن هناك هيمنة لحزب الله من على الحكومة اللبنانية، والتي لا زالت عاجزة عن القيام بأي تصرف يمنع التدخل حزب الله في اليمن، باعتبار أن حزب الله أحد أهم الأطراف التي أضرت باليمن واستغرقت في دماء اليمنيين من خلال دعمها لميليشيات الحوثي وقيامها بأعمال إرهابية في اليمن. تحول حزب الله يريد أن يحول لبنان إلى دولة معادية لكل المجتمع العربي، وهذا أمر يفترض أن يتم التصدي له وإيقافه. اللبنانيون أولا هم معنيون بمواجهة حزب الله بأن يوقفوا، أن يمنعوا عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأن يتحول إلى بيدق بيد إيران لاستهداف إخوانها العرب. هذا الأمر غير مقبول بالتأكيد، ولهذا قامت الحكومة اليمنية باتخاذ هذا الإجراء لإدراكها بأن يجب أن يكون هناك رسائل واضحة للحكومة اللبنانية، أو حتى على الأقل الأطراف اللبنانية، بحكم أن الحكومة عاجزة عن فعل شيء. لكن لا يبدو أن الحكومة اللبنانية الحالية ولا الرئيس ميشيل عون في وارد أو لا يستطيعون أن يحلوا شيئا من هذا الأمر أو يقنعوا الأطراف العربية بقبولهم مجددا. وزير الخارجية اللبناني قال السعودية تملي شروط مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور جماعة حزب الله المدعومة إيرانيا، ولم يجروا معنا يقول السعوديون أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير. هل يبدو لك بأن الأزمة هي أزمة مستعصية لدى الدول الخليجية والعربية مع لبنان وليست وليدة اللحظة؟ هي فعلا ليست وليدة اللحظة، لكن لو لاحظنا أو تابعنا أي متابع للأخبار سيجد أنه لا يوجد أسبوع واحد إلا وهناك شحنة مخدرات يتم القبض عليها في بلد عربي قادمة من لبنان. هذا أمر أصبح في استهداف ومنهج لشبابنا، لأجيالنا، لمجتمعاتنا، من خلال تحويل لبنان إلى ممر لتصدير المخدرات. إما أن تصدر لنا مخدرات أو تصدر لنا خبراء لصناعة المتفجرات والأسلحة والصواريخ. هذا أمر مخيف للغاية أن يتم السكوت عليه أو تجاهله. هناك تراكمات كبيرة. لو لاحظنا مثلا مسألة المخدرات، كم
كم مرة قدمت دول احتجاج على لبنان بأن تقوم بضبط حدودها، أن تحارب شبكات التهريب، أن تعمل بالتعاون أمنيا مع الدول العربية في محاربة هذه الظاهرة، ومع ذلك تبحث عن منافذ بديلة لتصدير المخدرات إلى بلدان عربية أخرى ومنها المملكة العربية السعودية. اليمن كمية المخدرات التي تدخل إلى اليمن كميات مخيفة وكلها تأتي من لبنان وعن طريق حزب الله. لا يمكن السماح بأن تستمر هذه الجماعة وهذا الحزب باختطاف دولة عربية واستخدام هذه الدولة للإضرار بمصالح دول عربية أخرى. هذا أمر فيه عبث، والنموذج الذي تتعالى أصوات بعض اللبنانيين الموالين لحزب الله أنه هذه حرب ليست ضرورية ويجب أن يتوقف، ماذا يريد بالضبط؟ يريد أن يكون عبد الملك الحوثي ممسكا باليمن كما يمسك حسن نصر الله بلبنان؟ هذا أمر أيضا في غرابة. إذا كانوا ارتضوا لنفسهم هذا الأمر لا يجب أن يسعوا لفرضه علينا والتدخل في شؤوننا. لكن إذا كان يرضى ترضى الحكومة اللبنانية مثلا عون ميقاتي بسيطرة ميليشيا على القرار اللبناني، هو قال بأنه لا يمكن وزير الخارجية الحكومة غير قادرة أصلا على تحجيم حزب الله، وهذه مسألة يعني كبيرة بالنسبة لهم. الإمارات على سبيل المثال عرضت مبنى السفارة للبيع، قالت حسب مصدر يعني سياسي إماراتي أنه ليس الحوار مع دولة ولا لن تعود يعني لبيروت، والعودة مرتبطة بعودة السيادة لهذا البلد. لكن هناك من يرضى بهذا الواقع في لبنان، فما المشكلة؟ أو يتوقع أن الدول يجب أن تتفاهم مع ميليشيا طالما أنها تحكم السيطرة على لبنان؟ هذه هي الاستراتيجية الإيرانية التي تريد أن تطبقها على كل المنطقة العربية، أن تحول الدولة إلى جماعة وأن تحول الجيوش إلى ميليشيا، وأن يكون هناك طرف أو فصيل سياسي يهيمن على الدولة ويستخدمها كأدوات لتنفيذ سياسات لا تخدم حتى الدولة التي يتواجد فيها هذا الفصيل، وإنما تخدم الاستراتيجية الإيرانية في الهيمنة على المنطقة. صحيح أن لبنان مختطف، لكن لا أعتقد أنه سيستمر مختطف. هناك أيضا قوى حية في لبنان تناهض حزب الله. أنا أعتقد صحيح أننا دائما نتجنب التدخل في شؤونهم الداخلية عكس ما تقوم به جماعة حزب الله، لكن أعتقد أن الدول العربية معنية أيضا بالتدخل في لبنان لضرورة درء المخاطر التي تأتي من لبنان ومن حزب الله ودعم الأطراف السياسية الأخرى التي يجب أن تناهض حزب الله ويجب أن توقف تغول حزب الله وأن يكون هناك استراتيجية لبنانية واضحة في المواجهة السلمية مع حزب الله وتقييد حركته والاتفاق بين اللبنانيين أنفسهم على الناء بالنفس. كان هذا الشعار يرفع دائما في لبنان، لكن يبدو أن من ينأى بنفسه فقط الآن هو من لا يريد أن يوقف حزب الله، وهذا الأمر خطير للغاية. يجب أن يكون لدى اللبنانيين إرادة في إيقاف هذا الحزب الذي يحشر أنفه في كل شاردة وواردة في المنطقة العربية. سأعود معك في هذه النقطة سيد مانع، والمثل الشهير ساعد نفسك ليساعدك الله. إذا كان هناك رغبة لبنانية بالتدخل العربي سيكون هناك تحرك عربي، لكن الأزمة ليست مع لبنان، هي في لبنان. هذا ما لخص به وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الوضع الحالي. نتابع. في ظل الارتباك الواضح للرئاسة والحكومة في التعامل مع أزمة البلاد، قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن معالجة الخلاف الذي نشأ مع المملكة ودول الخليج مستمر وعلى مختلف المستويات، معربا عن أمله في الوصول إلى الحلول المناسبة حسب قوله. وجاء ذلك خلال استقباله رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الشرق الأوسط.
على صعيد آخر، دعت وزارة خارجية البحرين جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا نظرا للتوتر الأوضاع هناك. وأكدت المنامة على أن ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى لبنان كان حرصا على سلامة المواطنين البحرينيين وعدم تعرضهم لأي مخاطر. وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب قد أكد عجز حكومة ميقاتي عن تحجيم دور حزب الله في البلاد، مشيرا إلى أن المسألة إقليمية، فيما قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في وقت سابق أن المشكلة في لبنان تكمن في هيمنة الحزب على النظام السياسي وليس في تصريحات شخصية بعينها. طيب سيد مانع، أنت تحدثت عن ضرورة تحرك عربي، ربما المساعدة العربية للبنان للخروج من أزمته، لكن هناك رأي في لبنان وعبر عنه في مقالات بعضهم أنه مقتل رفيق الحريري في العام 2005 كان بأياد إسرائيلية أمريكية، كذا قالوا، لا علاقة لحزب الله بذلك، وعلى ذلك أثر ذلك خرجت القوات السورية، فحاولت السعودية فرض السيطرة على لبنان وهذا أمر غير مقبول، يجب أن إما أن تعود سوريا أو تكون إيران أو أي دولة. يعني كيف يمكن التعامل مع لنقل أشخاص في حكومات أو يمثلون تيارا كبيرا من أي وطن لا يريد لبلده أن يكون ذا سيادة، فقط أن يكون هناك من يمارس عليه الوصاية أي طرف كان حتى لو كانت السعودية؟ الحقيقة أن لبنان يجب أن لا يسيطر عليها أحد غير اللبنانيين، لكن المشكلة أن اللبنانيين أو أن بعض الفصائل اللبنانية وبعض القوى السياسية اللبنانية تطالب العرب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، بينما يشاهدون حزب الله يتدخل في كل المنطقة العربية دون أن يوقفوه. من الطبيعي إذا تدخلت في شؤون الآخرين وأقلقت أمنهم واستهدفت أمنهم القومي أن يتدخل الناس في شؤونك الداخلية. يجب أن تتصرف أنت كعضو في الجامعة العربية وكدولة تحترم سيادتها ولا تسمح بالتدخل في زيادتها ولا تتدخل في زيادة الآخرين. أما أن تحول بلدك إلى مجرد معسكر لتجنيد كل الإرهابيين في المنطقة العربية سواء الحوثيين وغيرهم من الفصائل، يتم تجنيدهم داخل الضاحية الجنوبية في لبنان وبالتالي تصديرهم إلى اليمن، وتقول نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ومن ثم تقول هؤلاء الجماعة يدافعون عن أنفسهم ضد عدوان. عدوان من ماذا؟ العدوان يقوم به حزب الله ضد اليمنيين وضد العرب في كل المناطق وفي سوريا وفي أي مكان ذهب إليه حزب الله، لا يذهب إليه إلا ليوجد أعمال إرهابية أو ليصدر المخدرات أو يصدر الموت. لا يوجد استراتيجية لبنانية واضحة في التعامل مع حزب الله. وأيضا للأسف الشديد أنه حتى المجموعة العربية إلى الآن لم يكن هناك مواقف وإجراءات حقيقية لوقف عبث حزب الله بلبنان وبالأمن العربي. طيب هل تعتقد بأن الدول العربية، الدول الخليجية تحديدا الآن واليمن، تحمل لبنان، وعندما أقول لبنان أقصد الحكومة اللبنانية أو الحكومات المتعاقبة، ما لا طاقة لها به؟ يعني حكومة أو دولة لا تستطيع إنجاز تحقيق في تفجير المرفأ، هذا أولا، لا تستطيع تحقيق تقدم ليرضي صندوق النقد الدولي والدول ودول العالم بدعمها، لا تستطيع أصلا إجراء انتخابات في موعدها، ما الجدوى من إقامة علاقات معها كذا دولة؟ من الطبيعي أن يكون خطاب الدول الخليج واليمن أن تتخاطب مع الحكومة اللبنانية. هذه دول تحترم القانون الدولي وتحترم الأعراف الدبلوماسية وتحترم ذاتها بأن لها سيادة، ويجب أن لا تتخاطب مع جماعة في مثل هذه القضايا. العلاقات بين الشعوب هي تكون عبر مؤسسات رسمية هي الحكومات، وبالتالي خطابها كان من الطبيعي أن يوجه للحكومة حتى وإن كانت الحكومة غير قادرة على فعل شيء. فهذه مشكلة اللبنانيين، هم من يجب أن يصنعوا حكومة قادرة على أن تفعل أشياء كثيرة لهم وليست مشكلة هذه الدول. اللبنانيين بإمكانهم أن يصنعوا أفضل مما هو موجود الآن. لبنان دائما كانت قلعة للحرية، قلعة لاستقبال كل العرب، قلعة للتعاون والإخاء، لكن رهن لبنان بيد إيران هو 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 ما أوجد المشكلة، أن يكون هناك بلد عربي رهينة بيد طرف أجنبي يريد أن يدمر المنطقة العربية وأن يسيطر عليها. إذا لم يتم إيقاف
هذا التمدد فلبنان تضيع علينا. وبالتأكيد العرب لن يتعاملوا مع دولة تصدر لهم الإرهاب والمخدرات وتستهدف أمنهم القومي. لكن ما ذنب اللبنانيين؟ بعض الساسة إذا ضاقت عليهم قال ما ذنب الشعب اللبناني، هذه حقيقة، لكن منطقيا وبالعقل سيد مانع، إذا كانت ما تسمى حكومة في لبنان وهي تدعي أنها تمثل اللبنانيين كافة لا تهتم بهؤلاء اللبنانيين، الشعب اللبناني الذي لا يشارك في السياسة كثيرا لا تهتم لهم، فلماذا تدعو دول الخليج ودول العالم للاهتمام لهم أكثر منطقيا؟ يعني بالتأكيد أن الشعب اللبناني ستبقى علاقات مع كل الدول العربية علاقات جيدة، لكن المشكلة هناك أن هناك حكومة عاجزة عن فعل أي شيء لإيقاف تهديدات حزب الله وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وبالتالي ما هو الذي ينبغي أن تفعل هذه الحكومات؟ هل هذه الحكومات ستكون أكثر مسؤولية تجاه اللبنانيين من الحكومة اللبنانية نفسها؟ يجب أن تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية تجاه شعبها وأن تقف معه. ومع ذلك رأينا حتى في الإجراءات التي تمت من بعض دول الخليج أنهم لم يتم المساس بحقوق اللبنانيين المقيمين في هذه الدول وطبيعة إقامتهم. يعني هناك إجراءات كثيرة تراعي بشكل إنساني ما يجب أن يتم التعامل فيه مع اللبنانيين، لكن اللبنانيين هم أيضا معنيين بأنفسهم بإيقاف الحكومة أو بأن تجعل الحكومة قادرة على مواجهة حزب الله بإسنادها إذا لم تكن هناك خيارات إلا إسنادها بالخروج إلى الشارع بالتظاهر بأشياء كثيرة يستطيعوا فعلها لوقف تغول حزب الله ومساندة الحكومة، لكن واضح أن هناك عدم ثقة بهذه الحكومة من الشعب، وبالتالي ربما تدخل لبنان في مسارات أخرى بسبب حماقة حزب الله وعد تصرفاته في استهداف الأمن القومي العربي. شكرا جزيلا لك من القاهرة الباحث السياسي اليمني السيد مانع المطري، شكرا جزيلا لك.